السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما انتم شايفين انحشر الجنزير عندي هنا في اخر مع اخر ترس. عندما دفيت الجنزير مبدل السرعة الى اخر ترس انحشر الجنزير في الاخير، يعني خرج عن مساره. طبعا اذا واجهتك هذه المشكلة في مبدل السرعة الخلفي، هناك مسمارين من جهة الخلف او من الاسفل بحسب نوع الدراجة لديك، هناك مسمار يحدد الحد الأقصى الذي يصل إليه الجنزير في الترس آخر ترس داخلي، والمسمار الآخر يحدد الحد الأقصى الذي يصل إليه الجنزير في الترس الخارجي. طبعا إذا كان الجنزير مثل هذه الحالة يخرج عن مساره فأنت بحاجة إلى شد. لاحظ هنا في هذه مثل هذه الحالة أن الجنزير خرج عن مساره من مع آخر ترس داخلي، وبالتالي نحتاج إلى شد المسمار الذي له علاقة بذلك. وإذا كان لا يصل إلى المسار فأحد هذين المسمارين بحاجة إلى همل. الأمر ذاته ينطبق على مبدل السرعة الأمامي، يوجد مسمارين لضبط هذه العملية، عملية خروج الجنزير عن المسار أو عدم وصول الجنزير إلى المسار المحدد. نشوف الآن الجنزير في آخر ترس موجود، هذا هو الجنزير في آخر ترس صغير. لاحظ أن هذا المسمار هو ما يحدد آخر منطقة وأقصى مسافة يصلها الجنزير ذراع السرعة، ذراع مبدل السرعة. لاحظ هذا المسمار يحدد لنا أقصى مسافة. لو كان هذا المسمار همل شوي أو أعطى مساحة لمبدل السرعة أنه يدفع الجنزير كمان، لو أعطى مساحة كمان أو كان همل بهذا الشكل سيدفع الجنزير إلى الخارج وبالتالي يخرج الجنزير عن مساره. لاحظ المسمار الآخر الجنزير في آخر ترس. الآن الجنزير وصل إلى آخر ترس، ونلاحظ أن المسمار الآخر الآن بدأ يلعب دوره، يعني هذا المسمار انتهينا منه، هذا للترس الخارجي وهذا المسمار الآخر للترس الداخلي. لاحظ الآن المسمار الآخر بدأ يلعب دوره لئلا يسمح لمبدل السرعة بدفع الجنزير إلى الداخل وبالتالي يخرج الجنزير عن آخر مسار. إذن هذين المسمارين لاحظ أحدهما هاي والآخر لو، هاي يعني الجير الأعلى أو الجير القوي أو السريع، واللو الجير الخفيف. الغامدي وعبر كتاب وموقع إلكتروني يشرح للعامة كيفية استخدام الدراجة الهوائية وأهميتها وحتى قوانينها كناقل حياة وليست كسيارة فقط، ويذكر تماما فكرة وجود عوائق آمن تهدي أبدا ليس عائق، هو عائق بالنسبة للناس اللي وغيرها.